محمد الشيبي المحترف بالدوري المصري عن طريق فريق بيراميدز، وقضيته مع حسين الشحات لاعب الأهلي المصري بعد صفعه، والواقعة المعروفة بين الوسط الرياضي المحلي وكذلك المصري والعربي لمناقشة حلقة اليوم. وبعد صدور الحكم على حسين الشحات والقاضي بتوقيفه بسجنه عقوبة سجنية لمدة سنة موقوفة التنفيذ لثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لخمس سنوات، كذلك معاقبة الدولي المغربي محمد الشيبي من قبل الاتحاد المصري بتوقيفه لست مباريات في قرار مفاجئ. سنناقش هذا الموضوع مع الأستاذ عصام الإبراهيمي محامي بهيئة مدينة الدار البيضاء وكذلك يعني متخصص في القانون الرياضي. أستاذ عصام مرحبا بك، شكرا لقبولك دعوة قناة ميدي أن تيفي. مرحبا بك أخت حليمة، مرحبا بمشاهدي الكرام. أهلا أستاذ عصام، البداية ستكون بتعليقك حول القرار الصادر في حق حسين الشحات والرامي كما قلت إلى توقيفه لمدة سنة سجنية موقوفة التنفيذ لثلاث سنوات، وكذلك حرمانه من أي مزاولة أي نشاط رياضي لمدة خمس سنوات. ما هو تعليقك على هذا الحكم؟ هو حكم كان حكم منطقي، حكم منتظر، لأنه عندما يتقدم أي شخص بشكاية لدى النيابة العامة من أجل الإيداء العمدي أو من أجل الضرب والجرح تكون العقوبة يعني في هذا الإطار يعني ديال العقوبة اللي تحكم بها على حسين شحات، يعني كانت منتظرة. الغير منتظر وهو العقوبة التي صدرت في حق الشيبي اللي هي عقوبة مجحفة في حقه، وغادي نوضحوها ان شاء الله الى بعد الاسئله ديالك الاخت حليمة. استاذ عصام، كما ترى الحكم يعني صادر في حق الشيبي من قبل الاتحاد المصري وكذلك في حق حسين الشحات، كيف ترى الحكم الصادر في حق الشيبي؟ يعني توقيفه لست مقابلات، يعني وهو الطرف يعني المظلوم في هذه القضيه، خصوصا بعد الواقعه كما قلت المعروفه في اوساط الرياضه من بعد صفعه في احدى مقابلات الدوري المصري. ما هو يعني رأيك في هذا الحكم الغير متوقع من قبل الاتحاد المصري؟ يمكن أن نقول بأن عنوان هذا الملف أو هذا النزاع وهو ازدواجية المعايير، وهو ازدواجية التعامل وازدواجية المعايير. سأوضح ذلك بشكل واضح في منبركم. أولا الشيبي ظلم لثلاث مرات، يعني ممكن أن نعتبر بأن أولا ظلم لأنه تعرض للإهانة والضرب والجرح بطريقة مهينة في مقابلة لكرة القدم بعد انتهائها أمام العالم، وتعرض للتنمر من طرف جماهير النادي الأهلي بشكل غير يعني بشكل فاضح. ثم المسألة الثانية وهو تعرض، وأنه كان ينتظر محمد الشيبي أن الاتحاد المصري سينصفه وسيرد له اعتباره، فكان الحكم كانت العقوبة الصادرة في حق شحاتة لجوج ديال المقابلات، مقابلتين، معناه أن هذه العقوبة غير منصفة ولا تتلائم مع مدونة الانضباط، سواء مدونة الانضباط ديال الفيفا أو مدونة الانضباط ديال الاتحاد المصري. لماذا؟ لماذا نعتبر بأنه ظلم؟ لأن الحرمة الشيبي من الطعن في ذلك القرار أمام الطاس، أمام محكمة التحكيم الرياضي، لأن محكمة التحكيم الرياضي وفي القانون ديال الإجراءات أمام محكمة التحكيم الرياضي يعني تعتبر بأنه لا يمكن الطعن إلا في الأحكام الصادرة في عقوبة ثلاث أشهر وما فوق وست وأربع مقابلات وما فوق. وكأن الاتحاد المصري عاقب حسين شحاتة أولا عقوبة لا تتلائم مع خطورة الفعل، لأن ذلك الفعل في الكود ديسيبلينير ديال الفيفا تقول بأنه خصو ستة أشهر، ماشي حتى بالمباريات، ستة أشهر وغرامة تصل 20,000 فرنك سويسري، في حين العقوبة كانت بسيطة جدا ولا تتلائم مع الفعل وخطورته. إذن هنا ظلم الشيبي لأنه حرم من حقه في الطعن أمام محكمة الطاس، ثم ظلم للمرة الثالثة وهو عندما لجأ إلى المحاكم المدنية ولجأ إلى المحاكم العادية أو المحاكم الجزائية العادية
من اجل رد اعتباري، لانه اعتبر بان ذلك القرار الذي اصدره الاتحاد المصري او لجنه المسابقات في الاتحاد المصري كان قرارا يعني مجحفا، ولا يمكن ان نعتبره بانه قد رد به اعتباره او انه قد يعني كان متلائما مع القوانين او لي ريغلومون ديال لو كود ديسيبلينير. اذا ثم ظلم للمره الثالثه عندما صدر حكم في حقه، صدر قرار في حقه بالعقوبه لمده ستة مقابلات، يعني الحرمان من المشاركه، وكان الاتحاد المصري يقول لمحمد الشيبي ما بقاش عندك مكان معنا ما دام انك التجأت في المحاكم الجزائيه وما انك طلبناك ورغبناك وكذا. فاذا ترى والغريب في الامر هذا اللي غادي نوضحوا للمشاهدين مزيان، هو انه اللجوء الى المحاكم المدنيه بالفعل انه النظام الاساسي للفيفا وكذلك لي ريغلومون يعني اللوائح ديال الفيفا كاملين تقول بانه ما يمكنش الانسان في نزاع رياضي انه يلجا الى المحاكم المدنيه. لكن مصر كدوله كاتحاد مصري لكره القدم جرت العاده على انه جميع كل من تعرض للضرب خصوصا من طرف الحكام في القسم الثاني او في القسم الثالث من الدوري المصري تمشي عند الضابطه القضائيه وتحرر المحضر ويتم تحريك الدعوه العموميه في حق المعتدي. ما عمره ما كان فيها مشكل. ثم النادي الاهلي يلتجئ الى المحاكم المدنيه. هناك جوج ديال القضايا معروفين يعني المستوى العالمي، القضيه ديال الكهرباء، قضيه الكهرباء كان متعرض لواحد العقوبه انضباطيه وكان لا يحق له المشاركه في كاس سوبر، فماذا فعل الاهلي مشى دار دعوه مدنيه يطعن في هيئه انضباط بانها مشكله بتشكيله غير قانونيه، وهيئه انضباط اوقفت توقيع العقوبه في حق الكهرباء في حين ان العقوبه تطبق باثر يعني اثر فوري، فوقفها الى حين البت في المحكمه المدنيه، ولم يتحرك الاتحاد المصري ولم يصدر عقوبه في حق نادي الاهلي. نادي الاهلي حصل على مقرر من بعد ذكرك لهاد الملفات اللي يعني سواء في القسم الثاني او الثالث في الدوري المصري، يعني لجوء محمد الشيبي للمحكمه المدنيه هو يعني هي مسطره صحيحه خصوصا في مصر. باش نكونوا واضحين، في مصر عادي جدا، والقضاء المصري كان يحكم بعدم اختصاص، ولكنه يعلم جيدا بان عنده صوابق قضائيه. تعود على مثل هذه الملفات. لا، تعود مثل هذه الملفات. مثلا احنا في المغرب قلما من نلجا الى القضاء المدني الا في الامور المتعلقه بالجموع العامه او وما الى، في حين مصر يلجؤون دائما الى القضاء المدني. قلت يعني هناك قضيه اخرى ديال عبد الله السعيد، انه الاهلي يعني حصل على مقرر من مركز تحكيم الوساطه في مصر وديلوا بصيغه تنفيذيه، والناس ديال القانون تيفهموا هذه المساله هذه، مشى عند رئيس المحكمه بصفته قاضي المستعجلات وطلب منه تديل واحد المقرر وقضى امر بالاجراء الحجز على الممتلكات الخاصه للاعب، ولم يتحرك الاتحاد المصري رغم ان كانت هناك مسطره مفتوحه امام طاس، كان عبد الله السعيد مستانف القرار ديالو امام طاس. اذا هذه مساله عاديه جدا. اذا العنوان الابرز الذي يمكن أن نؤطر به هذه النازلة وهو ازدواجية المعايير، هو أن نادي الأهلي هو خط أحمر. والغريب في الأمر كذلك هو أن لجنة الانضباط التي حققت مع الشيبي فيما يخص مخالفة اللجوء إلى القضايا المدنية هي من استجوبته، هي من يعني حققت معه بحضور محاميه، ليست هي من أصدرت العقوبة. الذي أصدر العقوبة وهي لجنة المسابقات، ليس لديها ملف، ليس لديها تحقيق، ليس لديها استجواب، في حين أنه لجنة الانضباط هي من فتحت التحقيق، هي من لها الحق ولها الصفة أنها تبت في واحد الملف اللي هما عندهم في القانون في اللوائح ديال مصر، أن لجنة المسابقات اللي هي عندنا حنا هي اللجنة ديال الأومولوغاسيون ديال لي ريزولتا هي اللي تتوقع العقوبة. حنا لا، حنا اللجنة ديال الأومولوغاسيون تتهز العقوبة، تتهز الحاله وتتصيفطها لجنه الانضباط. هما يعني لجنه المسابقه تثبت واحد المخالفه اللي كاينه، لكن المخالفات البعيده على نتيجه المباراه، بعيده على المباراه، هي تثبت فيها لجنه الانضباط. فكيف تتصوري معي اخت حليمه بان صدر الحكم مع الوحده الحكم الجنحي
في حق شحاته بعقوبه حبسيه لمده سنه موقوفه التنفيذ لمده 3 سنوات، والحرمان من ممارسه اي المزاولات. نشاط ايوه رياضي لمده 5 سنوات. بعدها بساعتين يصدر قرار الاتحاد المصري، في حين ان لجنه الانضباط نسيت الامر، هو انها راسلت الفيفا وطلبت منها الاستفسار حول هذا النزاع، يعني اللجوء الى القضاء المدني، لكن الفيفا قالت للاتحاد المصري هذا شأن داخلي، إذا كان عندكم شي نزاع حل تما، ولا كان عندكم شي طعن يكون أمام طاس. في حين أن الذي أصدر العقوبة في حق محمد الشيبي هي لجنة ليست لديها الصفة بتاتا استنادا للوائح الاتحاد المصري بأن توقع عقوبة في حق محمد الشيبي، اللي هي لجنة المسابقات. نقدر نقول عاوتاني ظلم للمرة الرابعة محمد الشيبي، هو انه بالمقارنه مع حسين شحاته، حسين شحاته يعني نال عقوبه حبسيه يتم ايقافها في حاله استئناف، يعني عقوبه حبسيه في الماده الجزائيه تتوقف الى استئنافتي، لكن الشيبي ليس له الحق في ان يوقف تلك العقوبه باستئنافه الا اذا لجأ الى محكمه ديال الطاس وطلب وقام بتفعيل مقتضيات الماده 37 من الاجراءات ديال الطاس، وطلب اجراءات احترازيه او اجراءات تحفظيه بايقاف العقوبه الى حين البت فيها، وخسر شروط وما الى اذن. هو ظلم عاوتاني الشيبي للمره الرابعه، بمعنى حرم حتى في لاعب المباريات باستنافه. الاستناف في العقوبه الانضباطيه لا يوقف التنفيذ، ان العقوبه هذيك العقوبه الانضباطيه تطبق باثر فوري، في حين العقوبه التي تعرض لها حسين شحاته سيتم ايقافها بموجب الاستئناف، لان امام المحاكم العاديه، امام المحاكم الجزائيه العاديه. مفهوم استاذ عصام. في هذا الشق، شنو هو المسطره اللي خاص فريق بيراميدز المصري بصفته يعني فريق اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي اتخاذها من بعد الحكم عليه بست مقابلات من قبل الاتحاد المصري في هذه الواقعه؟ وشوف، وفي مثل هذه العقوبات هذه ليست من الاسباب الموجبه لفسخ العقد لسبب عادل او سبب غير عادل. لو البيراميدز يعني فسخ عقد اللاعب لسبب، يعني في اعتبر لانه فسخه لسبب غير عادل، لماذا؟ لانه هذه العقوبه يمكن يفترض ان يتعرض لها اي لاعب، وخاصه ان الشيبي سلك مساطر تتلائم مع القانون غير مخالفه للقانون، فبالتالي انه بيراميدز يلزم الاحتفاظ باللاعب واداء اجره الا اذا كان هناك اتفاق بين اللاعب والفريق لكي يكون هناك فسق حبي. مع العلم هذه نقطه مهمه جدا، هو ان هذه العقوبه في اطار مقتضيات الكود ديسيبلينير يعني ديال الفيفا تمتد دوليا، بمعنى غتبقى تابعه هذه العقوبه في اي نادي يمكن ان يلعب فيه، يعني بالرغم من يكون النادي خارج الدوري المصري. ولو يكون نادي خارج الدوري المصري، لان الفيفا في المقتضيات ديال اظن الماده 71 تقول بان ما يسمى بامتداد الدولي، وانه يحق لاي اتحاد ان يقوم بنشر هذه العقوبه. فكان هناك واحد في سواء في التي ام اس لابليكاسيون او ديك المنصه ديال لي ترونسفير دو جوور، غيحط فيها هذاك، كاين هناك خانه ديال الامتداد الدولي، وكذلك في الفيفا كونيكت كذلك الداخليه لابد يعني ممكن انه يتعرض لهذه العقوبه، وخصوصا اذا كان ذلك الفريق قد قام بهذه هذا الاجراء، واظن الاتحاد المصري سيقوم بهذا الاجراء، يعني سيقوم بتقديم طلب الى ان تمديد العقوبه على المستوى الدولي. استاذ عصام، حسب الصحافه المصريه هناك يعني تقارير كتقول ان اللاعب حسين الشحات سيستأنف القرار في المحكمه المدنيه، في نظرك واش غادي يتم يعني تغيير الحكم ام سيبقى الحكم على ما هو عليه في المحكمة الابتدائية؟ وشوف، هو انه ما يمكنش نحكمه، يعني ما تنظنش
ما تنظنش انه مع هذا الضغط الذي قام به نادي الاهلي والاتحاد المصري، ورغم ان رغم ذلك ان القضاء المصري قد اصدر قرار بالعقوبه او بالادانه، اظن بان الادانه ستكون غتكون غيتم تأييد الادانه ديالو في المرحله الاستئنافيه، ولكن الفرق بينه وبين الحاله ديال الشيبي هو ان استئنافه يوقف التنفيذ، بانه الشحاته غيلعب عادي، غيمارس اي نشاط رياضي عادي الى حين انه يبت ليه في الى حين يعني العقد الجلسه ديال الاستئناف، في حين ان الشيبي ما عندوش الحق يوقف التنفيذ، قلت لك الا اذا تقدم بالطعن امام الطاس وقام بتفعيل مقتضيات الماده 37 من اجل البت في طلب استئجاري بايقاف البت في العقوبه الى حين المناقشه في الموضوع. يعني هذا هو الفرق بيناتهم، فبالتالي الاستئناف ديالو غيوقف ليه تنفيذ العقوبه، في حين الشيبي ما غيتوقفش ليه الاستئناف ديالو تنفيذ العقوبه. استاذ عصام، يعني هاد المسطره ديال الاستئناف في نظرك شحال غادي تاخذ ديال الوقت، وغادي يكون الشحات يعني يقدر انه يزاول كره القدم بشكل طبيعي الى حين يعني اصدار وقت محدد للمحكمه لجلسه الاستئناف؟ يعني شحال غادي تقريبا ياخذ ديال الوقت، شهر شهرين او 3 اشهر حسب؟ يعني انت كرجل قانون وخبير في الشؤون والقانون الرياضي، في نظرك شحال غادي ياخذ ديال الوقت؟ والشحات كيف ما قلتي غادي يبقى يزاول مهنته كلاعب كره قدم بشكل طبيعي؟ انا لا اعلم يعني الاجالات ديال احاله الملف على الدرجه الثانيه للتقاضي كم تستغرق المده، في حين نحن في المغرب مثلا اذا كان هناك حاله يعني حاله الاعتقال، اذا كان الشخص في حاله اعتقال فلا يمكن ان تتجاوز شهرين، لكن عندما يكون الشخص في حاله طرح كالحاله التي عليها شحات فان الامر لا يستغرق 6 اشهر، وقد قد تمتد الى ما يزيد على 6 اشهر. وتنعرفوا بانه في مصر عندك الاهلي والنفوذ ديال الاهلي، يعني شوفوا واش ممكن يتعين بعد 6 شهور ولا 7 شهور ولا عام ولا شوف، حنا في المغرب 6 اشهر تتعين الميت. طبيعه الحال استاذ عصام هذا الامر غادي نتابعه كصحافه مصري، كصحافه يعني وطنيه، وكذلك الصحافه المصريه غادي تكون متتبعه لهذا الموضوع، وبطبيعه الحال الكل كيرفض ان تكون يعني امور بحال هكا في مباريات كره القدم. دائما الكره يعني تكون الروح الرياضيه مسيطره على كل المباريات في كل الدوريات. شكرا لك استاذ عصام على حضورك معنا وتحليلك لهذا الموضوع على قناه ميدي ان تي في. مرحبا اخت حليمه، ونتمنى نكون اعطينا واحد الشرح اللي هو لائق لهذا النزيل. طبيعة الحال أستاذ عصام، شكرا لكم كذلك مشاهدينا على حسن المتابعة على قناة ميدي ان تي في، نلقاكم في عدد جديد من ديجي سبورت دائما على قناة ميدي ان تي في.